العباسيين في واقع الأمر مقعدهم مؤهلات ترشحهم لأن يتولون الخلافة، يعني بتعبير آخر ما لهم مكانة في نفوس الناس حتى يمكن عن طريق هالمكانة هذه يوصلون للحكم. إنما ركبوا التيار، وركبتهم للتيار شلون؟ استغلوا ظلامة أهل البيت، استغلوا النكبات اللي حلت بالعلويين، وظفوها النكبات هاي وظفوها بالساحة، واستطاعوا عن طريقها الوصول إلى الحكم. وإلا في واقع الأمر العباسيين ما كانوا يحملون ذاك المؤهل في نفوس الناس. بغض النظر عن مؤهلهم العلمي، قد يقول لي واحد أنهم أثقف من الأمويين، صحيح أثقف من الأمويين وأكثر اطلاع، وأكو من ناحية أولاد عم النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، هذا كلهم وظفوه بالميدان، لكن مو هذا اللي أوصلهم إلى الحكم. الذي أوصلهم إلى الحكم استغلال التيار، ركبوا التيار وانتهوا عن طريق ظلامة أهل البيت. وبعدين وصل الأمر إلى درجة، وقف واحد من شعراء الطالبين يقول يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالنار. إن وصلت القضية إلى درجة بحيث أصبح العلويون يترحمون على عهد الأمويين. جه هالفترة ترعرع بها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، شاف المشاكل اللي تعرض إلى الإمام الصادق سلام الله عليه من المنصور، ثم من بعد ذهاب الإمام الصادق الإمام سلام الله عليه بدأ يواجه المشاكل وجها لوجه. هو انولد سنة 128 من الهجرة بالأبواء، الأبواء منزل بين مكة والمدينة. الإمام سلام الله عليه الصادق كان عنده بالأبواء أرض زراعية ويطلع يمارس زراعته ويرجع. يقول أبو بصير في هالمنطقة بالقرية هاي الأبواء انولد الإمام سلام الله عليه،